رأي عام وين ماشي الحكومة هذية فيما يتعلق ربما بالبرنامج المتعلق بالمعناها الحد من البطالة هذه. شكرا أنيس على السؤال. البرنامج كان ما فماش برنامج شنو قاعدين نعملوا نحن؟ لازم يكون فما برنامج والبرنامج لازم يكون مرقم وعلمي وقابل للتطبيق. باهي نعطيك شويه معطيات وللمواطنين بالطبيعه اللي يسمعوا فينا. اليوم 18% الارقام تخوف خاطر حاجه صعيبه باش تقول عنا نحن نعيشوا في بلاد اليوم فيها 18% نسبة بطل. البرنامج يلزم يكون في حجم هذا التحدي. بالحساب أنيس كان نحبه نحطه بنسبة 50% من نسبة البطل. من هنا ونحن ماشيين كل عام نقصوا فيها شوية حتى نقصوا فيها 50% في خمسة سنوات. على خمسة سنوات إذا نحبوا إذا لو كان هذا هذا البرنامج اللي لازم يكون أمبيسيو. لازم نستثمروا اليوم 25% من البي بي التونسي كل عام استثمار معناه في حدود 25 مليار دينار. 25% استثمار كل عام باش نجموا في خمسة سنين نحطوا من نسبة البطالة 50%. نحكيو على استثمار عمومي ولا استثمار خاص ولا الزوز؟ هما زوز مع بعض. زوز مع بعض. لكن انت كما تعرف الاستثمار الخاص ينجم يساهم ب 17-18% من النسبه هذه الكل. يعني انت قلت قبيله 25 مليار، الاستثمار الخاص ينجم يساهم 17-18% حتى ل 20%. 80% الاخرين لازم يكونوا استثمار عمومي. باهي. الاستثمار العمومي راه مش معناها مشاريع تعملها الدوله. الاستثمار العمومي معناها تمويلات عموميه تضخها الدولة والهدف هو التمويل للمبادرة الخاصة. باهي. باش تقول لي أنت كيفاش؟ ها باش نقول لك كيفاش. الدراسات يثبتوا اليوم احنا خدمنا برشا مع البنك الإفريقي للتنمية. باهي. خاطر البنك الإفريقي للتنمية عنده تجربة في القارة نتاع ليزيكو سيستيم وليزيكونومي اللي يسون سومبلابل وريسيبروك حتى في بعض الأحيان للاقتصاد التونسي. وعندهم نجاحات في عديد الدول. شنو يقولوا الدراسات هذوما والخبراء اللي هما معناها دراسات نتاعهم دقيقه جدا. يقولوا راه وقت اللي نستثمروا في اللي تري بوتيت اي موين اونتربريز الصغار بالكدا 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 بالكدا. لي تري بوتيت اي موين اونتربريز هذوما عندهم طاقه كبيره نتاع تشغيل. باهي. علاش عندهم طاقه كبيره نتاع تشغيل؟ على خاطر وقت اللي نمشيو باش المواطن يعيش دون اون زون رورال نتاع تونس. ما نعرفش انا ناخذوا اكزامبل نتاع جبل ما نعرفش انا في القصرين ولا في سليانه ولا في سيدي بوزيد ولا في الكيف ولا في عين دراهم ولا في قبلي ولا في توزر ولا في مدنين. احسن بيسر انك توفر له 600 دينار دخل وهو في بلاستو خير من اللي توفر له 3 ملايين وتجيبه المدينه كبيره. خاطر كي باش تجيبو باش يخسر في الكاليتي دفي نتاعو، غاديك عنده كاليتي دفي ممتازه، عنده بيئه سليمه، عنده معناها موارد وعنده فلاحه بيولوجيه وعنده تغذيه سليمه وعنده راحه نفسيه، لكن ما عندوش المدخول الحد الادنى من المدخول.